هاي، بنيسان الماضي تعرف العالم على شكل الثقب الأسود من خلال الصورة يلي انتشرت بكثافة، وهالصورة هي جزء من الاكتشافات الفضائية يلي عم بتساهم بالتطور على عدة مستويات وفي غيرها كتير. بالسنة الأخيرة مثلاً تم التأكد أنه من الممكن مد مصعد بالنقطة بمدار منخفض فوق الأرض والقمر، وبحسب حسابات زيفير بنوير وأميلي ساندفورد بيتطلب هالمصعد كابل بطول 321,868 كيلومتر بكلفة مليار دولار. الأبحاث كمان كشفت أنه القمر أقدم مما منعتقد بمئة مليون سنة، وهو تكون من حوالي 4.51 مليار سنة. العلماء اكتشفوا كمان أنه القمر عم بيصغر، وأنه في هزات قمرية تماماً مثل ما في هزات أرضية. مين قال أنه الأشهر الأخيرة أدت لاكتشاف كوكب جديد بنص حجم جوبيتر بيبعد 31 سنة ضوئية؟ أنا قال، بشوفكم بكره.